هل إيران ستكون راضية عن الجهود التي بذلت من قبل العراق؟ السفير الإيراني كما تعلم تحدث يوم أمس عن وفد مشترك سيزور الإقليم لتقييم النتائج التي تم تنفيذها على أرض الواقع، نتائج الاتفاق الأمني. هل برأيك ستقتنع إذن إيران بالنتائج التي تحققت بهذا الصدد حتى اللحظة؟ يعني في ظل المعلومات الواردة أنه إيران تريد إبعاد هؤلاء من هذا المكان، حتى من إقليم كردستان إلى أي مكان في وسط أو جنوب العراق أو في غرب العراق، أعتقد هذه الأخبار الواردة. فاليوم العراق في ظل هذا الوضع السياسي والمتردي والوضع الأمني الصعب، يعني اليوم استطاع في خطوة جبارة بسحب فتيل هذه الأزمة، بسحب هذه المعارضة إلى داخل إقليم كردستان إلى مسافة ما يقارب 100 كيلو في عمق أربيل، ومن ثم تسليم أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. فأعتقد لا يوجد مبرر اليوم لاجتياح إقليم كردستان أو قصف إقليم كردستان، ولكن اليوم يجب أن تتبع هذه الخطوات خطوات جديدة أخرى في ظل اليوم صراع كبير بين القوات التركية وقوات الحزب العمال الكردستاني في العمادية وفي دهوك، وهذه مشكلة تسبب لأن في إقليم كردستان وفي كل العراق.